مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم. الحقيقه يمكن ساعات بسيطه بتفصلنا عن ماتشين مباراتين الحقيقه كل جمهور او عشاق الكره في الكوكب كله الكره الارضيه مستنيينهم قبل نهائي بطوله دوري ابطال اوروبا. زي ما تابعنا الحقيقه كان دور الثمانيه دور المفاجات، منتظرين لقاء لايبزيج مع بي اس جي وليون مع بايرن ميونخ. الحقيقه يمكن الماتشين دول لفرق نقدر نقول انها في اغلبها حققت مفاجات كبيره جدا، يعني باستثناء باريس سان جيرمان اللي كان على شفا انه يخرج من البطوله على ايد اتلانتا الايطالي، لكن رجع في الدقيقه 90 وقدر انه يحقق خسارته لمكسب. لكن الحقيقه لايبزيج مطلع فريق كبير جدا زي اتلتيكو مدريد وعامل مشوار كويس جدا طول البطوله، ليون مطلع اكتر من فريق مهم جدا منهم مان سيتي في اخر جوله وقابله على طول اليوفي، وبالتالي في حالة ترقب. ماتشه مع البايرن بالتأكيد مش هيكون في منتهى السهولة على الرغم من عرض القوي اللي قدمه بايرن ميونخ. الحقيقة في متابعة لمباريات قبل النهائي هيكون معانا من خلال تطبيق سكايب لامين كاظم المحلل الرياضي بقناة فرانس 24. مرحب بيك طبعا في البداية على شاشة قناة الأهلي وفي برنامج السادسة مساء. أهلا وسهلا سمير، وأنا متشرف كثير نكون في قناة النادي الاهلي الكبير، وانا مبسوط كثير اكون في مصر مع اخواني. اهلا بك. رغم وجود يعني فرق كبيره جدا في بطوله دوري ابطال اوروبا الا انه الادوار المتتاليه شهدت خروج متوالي لعمالقه اوروبا زي ريال مدريد زي برشلونه وزي يوفنتوس وغيرهم من الانديه والمان سيتي طبعا مانشستر سيتي، وبنشاهد الحقيقه فرقتين من فرنسا بي اس جي باريس سان جيرمان واولمبيك ليوني في قبل نهائي اوروبا. بتشوف ده مفاجاه من وجهه نظرك، وايه السبب في تالق الانديه الفرنسيه في هذا الموسم من وجهه نظرك؟ والله اولا قبل ما يعني نتكلموا على مفاجاه ولا مش مفاجاه، نقول انه بعنوان هذا الموسم بالتشامبيونز ليج بعنوان استثناء، يعني مناسبه استثنائيه، منافسه استثنائيه في ظروف صعبه، ظروف معروفه، ظروف الكوفيد. ولهذا الان بعد ما تخلص يعني البطوله حيكون تحاليل وحيكون يعني دراسه لهذا الامر، والقضيه تكمن في الفرق التي عرفت او البطولات التي عرفت كيف يعني تتعامل مع الراحه الاجباريه يعني مده شهرين او ثلاثه بدون منافسه، وكذلك كيفيه العوده الى التحضير ريستارت، يعني كيف تعود الى المنافسه. واللافت للانتباه ان الالمان هم اللي كانوا السباقين يعني في العوده، وكانوا هم الاحسن، وبدنيا شفنا يعني تعاملوا بطريقه جيده، يعني حتى شفنا بايرن ولايبزيغ في لياقه بدنيه ممتازه لانهم ولاو للمنافسه، ولكن خذوا قسط من الراحه باش يعودوا التحضيرات لموسم جديد. ولهذا رانا نشاهدوا في الفريقين كانهم في بدايه موسم جديد، هذا من جهه. من جهه الاخرى وكذلك الفيدرالية أخذت يعني قرار كان صائب أو لا، لكن راح نشوفه الآن. هي يبدو أنه صائب لأن الفريقين الفرنسيين كذلك عندهم يعني نوع من اللياقة البدنية في المستوى، لكن هل هذا فقط اللي يعمل الفارق؟ ما نظنش. هذا معيار من المعايير أو مقياس من المقاييس اللي نقدروا نعتمدوا عليها باش نقولوا أنه الفرق هذه عرفت كيفاش توصل لهذا البطولة. لكن فيه من جهة إذا كنا تكلمنا في جهة فريق باريس سان جيرمان، فريق باريس سان جيرمان حاجة عادية يوصل للدور مثل النهائي على الأقل، عندما يكون عندك لاعبين مثل نيمار او مبابي في فريقك او ايكاردي او دي ماريا او سارابيا او تياجو. اعذرني على المقاطعه، ولكن في عامل مهم جدا هو توقف عدم استكمال الموسم الحالي في الدوري الفرنسي، وبالتاكيد ده كان يعني ليه تاثير الى حد كبير سلبي، ولا حضرتك ممكن تشوفه تاثير ايجابي وادى فرصه اكبر للاعبين ان هم يركزوا في مسابقه الشامبيونز ليج؟ أنا موافق معك، يعني قلنا ربما التوقف الإجباري هذا كان ربما إيجابي في الذهنيات، يعني باش يكونوا من جانب الذهني يكونوا مركزين أكثر على فقط الشامبيونز ليج، وذلك من جانب البدني وإن كانت وحضروا فقط إلى هذه المنافسة اللي في ثلاث مباريات تقدر تكون بطل أوروبا. ولهذا نقدر نقولوا أنه التعامل مع التوقف الإجباري كان إيجابي في الجانب الفرنسي. فريق ليون اللي كانت عنده منافسه اصعب من فريق باريس سان جيرمان نظرا انه لعب مباراه اياب يوفنتوس، وكذلك لعب مباراه كبيره ضد السيتي، يعني شفنا انه تغلب على السيتي واليوفنتوس في الثنائيات في الحوارات الثنائيه، وهذا دليل على اللياقه البدنيه الممتازه اللي كان فيها فريق ليون. ولهذا نقدر نقولوا انه هذا العامل كان ايجابي للكره الفرنسيه. ولكن قلنا من جانب اخر انه فريق باريس سان جيرمان ليست مفاجاه نظرا للتعداد، نظرا لقيمه المشروع، نظرا لقيمه الفريق حاليا،
ولكن ليون تعتبر مفاجأة، لأنه فريق ليون ما عندوش التعداد يعني التوب التوب تاني يعني الفرق الكبرى، ولكن عنده فريق، عنده مجموعة، وأكد ذلك بالتفوق على سيتي وعلى يوفنتوس. طب ده هياخدنا لرؤيتك لمباريات قبل النهائي، يعني إذا كانت الكفة تميل إلى مصلحة أو لصالح باريس سان جيرمان في لقائه مع لايبزيج، فالحقيقة في حالة حيرة فيما يتعلق بمواجهة بايرن ميونخ مع أولمبيك ليوني، لأنه الحقيقة البايرن ميونخ مقدم موسم ولا أروع، وأعتقد أنه حتى من الحالة من ناحية الحالة المعنوية بعد تغلبه على البارسا بسكور 8-2، أعتقد أنه بيدخل المواجهة دي في أعلى حالاته البدنية والفنية والمعنوية. في نفس الوقت أولمبيك ليوني كان عنده قدرة خلال مشواره في نفس البطولة على إقصاء فرق من العيار التقيل، وفرق كانت مرشحة بقوة للحصول على لقب الشامبيونز ليج زي اليوفنتوس وزي المان سيتي. ازاي بترى مواجهة الفرقتين مع بعض؟ ازاي بترى مواجهة البايرن مع ليون؟ اولا بدون تحيز فريق باريس سان جيرمان ظن ليه اولويه. لماذا؟ فقط لانه عنده لاعب مثل نيمار ولاعب مثل مبابي، يعني هاد اللاعبين كبار، لاعبين يقدروا يصنعوا الفارق في اي وقت، ولو انه فريق لايبزيغ يعني كمجموعه كطريقه لعب كمدرب كفلسفه لعب وكذا ادى مشوار رائع، ويقدم في كره قدم مستوى راقي، ولاعبين يعني مغمورين تقريبا على العموم في تشامبيونز ليج ودون خبره في هذا المستوى، ولهذا ربما الفرق راح يكون في هذا الجانب كذلك، من جانب الخبره في المنافسه الكبرى، للاعبين مثل تياغو سيلفا، للاعبين مثل نيمار، لربما وكذلك دي ماريا لكذلك يعملوا الفارق. ولهذا نقول انه الكفه نرجحها شويه لفريق باريس سان جيرمان اكثر لهذا العاملين، عامل اللاعبين الكبار وعامل كذلك الخبره في المنافسات الكبيره. ولكن يبقى كره القدم علمتنا نكونوا حذرين، وهذا طبعا. فريق لايبزيغ هذا يا صراحه فريق ممتاز، وفريق يلعب كره ممتازه حقيقي. بمدرب كبير له مستقبل كبير جدا، ناقصنا 32 سنه اللي راح يمتعنا فريق لايبزيغ، راح نشوفوا مباراه هجوميه وراح يكون في اهداف، ولكن شخصيا نرجح الكفه لباريس سان جيرمان. فيما يخص مباراه غد العكس، الفريق الالماني فريق صراحه اقوى فريق في العالم بدون منازع، يعني في كل خطوطهم كامل لاعبين في مستوى كبير، خبره كبيره، وسط ميدان كامل جدا، هجوم، عوده ميولاري لاحسن احواله، ليفاندوفسكي احسن هداف وربما احسن راس حربه في العالم الى جانب كريم بنزيما، اللاعبين الاروقه مثل نابري وكذلك كومو او بيريزيتش مستوى عالي، كيميتش من احسن مدافعي من مع ارنولد رينولدز في الرواق، دفاع متكامل في العالم، يعني فريق ممتاز، فريق متكامل، فريق بايرن ميونخ مش صدفه اللي فاز على برشلونه. فريق برشلونه صحيح كان ضعيف وكان خارج الاطار، ولكن فريق بايرن ميونخ هو القوي، هو اللي رجع فريق برشلونه ذاك النهار ضعيف، وعنده هذه التقاليد فريق البايرن ميونخ، عندما تشوف في 30 40 سنه الاخيره عاده ما يفوز على عده فرق في يعني يكون في يومه يعني بطريقه وبالاداء وبالاهداف، يعني ما يخليكش يعني ما يستاهل، يعني ما تستاهل يعطيك 8 يعطيك 8، يعني ما تستاهل يعطيك 6 يعطيك 6 يعني. ولهذا ولكن ما نقش من قيمه ليون، هذه مباراه كره قدم، هذا الدور نصف النهائي، فريق ليون حيدافع، حيدافع على حضوره، شفناه بكل قوه، شفنا فريق ليون دافع بطريقه جديده 5-3-2، وكذلك فريق ليون عنده لاعب ممتاز في مستوى عالي، الفرنكو الجزائري حسام عوار، اللي ادى مباريات كبيره في مستوى عالي، ربما هو تكون له اللمسه في هجوم معاكس، والمباريات سيناريو يعني كل شيء وارد، ولكن تبقى 70 30 70% اكثر لبايرن من رايي الشخصي، يعني تتوقع النهائي يكون بي اس جي وبايرن ميونخ في نهائي دوري الابطال؟ نعم. من تتوقع نعم ان يتوج بلقب البطوله؟ والله مباراه صعبه، ولكن يعني اذا كان تحيز يعني لباريس للمدينه اللي اقيم فيها، وكذلك نظن فريق من الاحسن فريق باريس سان جيرمان يفوز بها، ولكن صراحه كرويا وقت صعيب باش تفوز على هذا فريق البايرن هذا. لامين كاظم المحلل الرياضي لقناه فرانس 24، بشكرك شكرا جزيلا على التواصل معنا في السادسه مساء على شاشه الاهلي. الحقيقه يمكن واحنا بنتكلم على منافسات اوروبا مهم جدا السنه دي نتكلم على اليوروبا ليج. ليه بقول لحضراتكم كده؟ لانه البطولة دي بشكل كبير شهدت عودة عملاق من عمالقة القارة الأوروبية، بكلم حضراتكم على نيرو أتزوري أو على الإنتر أو على الإنترناسيونالي أو على الإنتر ميلان، سميه زي ما تسميه، لكن واحد من عمالقة أوروبا اللي شهد الحقيقة
يمكن صولات وجولات في كتير من البطولات. احنا بنتكلم على اخر لقب اوروبي احرزه انتر ميلان كان من 10 سنين، وبالمناسبه اللقب ده كان مع جوزيه مورينيو. بنتكلم على فريق طلع اكبر نجوم لعبوا في اكبر انديه في دوريات اوروبا. بفكر حضراتكم اللي تابعوا انتر ميلان في لحظات التوهج والتالق يفتكروا هيرنان كريسبو، يفتكروا رونالدو الكبير واحد من اعظم اللعيبه اللي جت في العالم، يفتكروا ادريانو، يفتكروا ريكوبا، يفتكروا فيرون، يفتكروا ماتيراتسي، يفتكروا ولويس فيجو وباتريك فييرا، اعظم من اعظم لعيبه خط الوسط اللي جت في يمكن ال 20 سنه اللي فاتوا، واسماء كتير غيرها، وزانيتي، خافير زانيتي. يعني الحقيقه فريق كان متكامل وكان بعبع، كان مرعب لاي فريق بيقابله في القاره الاوروبيه. وصاحب زي ما قلت لحضراتكم ميلان عموما يعني من المدن اللي مطلع لنا فرقتين دايما موجودين وعندهم سجل حافل بالبطولات فيما يتعلق بالمنافسات القاريه. لكن انتر غاب لفتره طويله، كبوه استمرت يمكن لعشر سنين، سواء على مستوى الالقاب المحليه او على مستوى الالقاب القاريه. لكن الحقيقه بيرجع بشكل كبير جدا بعد ما فاز امبارح على شختار الاوكراني بسكور تقيل الحقيقه في قبل النهائي 5-0، وتأهل كمان عشان يقابل سيبيا في نهائي اليوروبا ليج. المقابلة والمواجهة مش سهلة على الإطلاق، يعني احنا بنتكلم على فرقتين، خدوا بال حضراتكم، سيبيا أو فريق إشبيلية مش بالضرورة يكون من فرق القمة في إسبانيا، لكن سيبيا على وجه التحديد في اليوروبا ليج احنا بنتكلم على 6 مرات أو دي المرة السادسة اللي بيتأهل فيها لنهائي اليوروبا ليج في العشر سنين بتهيألي الأخيرة، وبالتالي الفريق عنده خبرة في المسابقة كبير جدا، عنده حافز إحراز اللقب بشكل كبير جدا، فالنهائي متوقع يكون ممتع. وخدوا بال حضراتكم سيبيا مطلع مين في قبل النهائي؟ مطلع ريد ديفلز، مطلع المان يونايتد، وبالتالي أعتقد مواجهة كبيرة. لكن ماتش امبارح أنا عايز أقف عند لاوتارو مارتينيز، مهاجم كامل الأوصاف، مهاجم أنا بتوقع لي في خلال السنين اللي جاية إن شاء الله هيكون من أقوى إن ما كانش أقوى مهاجم على مستوى الأندية في أوروبا. هو بالتأكيد من دلوقتي الحقيقة مطمع لكثير من الفرق الأوروبية على رأسها برشلونة اللي بتحاول أنها تضمه لفرقتها في محاولة طبعا لإعادة بناء الفريق. امبارح كان ماتش لوكاكو مع لاوتارو مارتينيز، الحقيقة الاثنين كان في حالة انسجام عنيفة جدا بينهم، وأعتقد ده اترجم من خلال 5 أهداف قدروا أن هم يحطوها في مرمى شختار تأهلوا بيها لنهائي البطولة. كونتي الحقيقة مدرب إيطاليا، خدوا بال حضراتكم الماتش بتاع شختار ده جاي من باك جراوند أو جاي من خلفية حالة من حالات التوتر بين كونتي المدير الفني وبين إدارة النادي، وكان في تقارير كتير جدا في الفترة الأخيرة بتتكلم على احتمال إنه كونتي ما يكملش مع الفريق، وبتتكلم وطرحت بالفعل بعض الأسماء اللي ممكن أنها تتولى المهمة، مهمة المدير الفني الإنتر ميلان، في لحظة أو في فترة خوض الفريق لمباراة مصيرية، مباراة قبل النهائي اللي تأهلوا لنهائي اليوروبا ليج. لكن الحقيقة كونتي، ودي بقى الناحية الاحترافية، دي الحقيقة ممكن بشكل كبير جدا تبقى ناحية من النواحي الاحترافية اللي فيها فصل تام بين مهمتي كمدير فني وبين علاقتي بإدارة النادي. وأي مدير فني على فكرة بيبص دايما في مشواره مع اي نادي لعدد زي ما النادي بالظبط وزي ما اللعيبه بيحصلوا على القاب، المدير الفني كمان يهمه بشكل كبير جدا يحصل على القاب. خلينا نشوف فيديو المؤتمر الصحفي الخاص بكونتي مدير الفني لفريق انتر ميلان، وارجع لحضراتكم مره ثانيه. مي بريمي انكه أنا سعيد بالقول إننا راضون غاية الرضا، لأن المشجعين شاهدوا إنتر ميلان يتأهل أولا إلى الدور نصف النهائي والآن إلى نهائي الدوري الأوروبي، وذلك للمرة الأولى في 10 سنوات. نتطلع بالطبع إلى إسعادهم، لكننا ندرك أننا سنجابه في النهائي خصما له خبرة واسعة، لأنه فاز باللقب 5 مرات، ولذلك علينا أن نعد أنفسنا على أفضل ما يرام مثلما أعددنا لفريق شختار. الحقيقة يمكن على الناحية الثانية طبعا رد فعل مدرب شختار اللي قدم مباراة يمكن ما تعكس الهزيمة الثقيلة اللي اتحققت في ماتش امبارح، لكن الحقيقة هو يمكن تماسك أو الفريق تماسك لحد الدقيقة 60، بعد كده بدأ الانهيار. والحقيقة يمكن
لويس كاسترو المدير الفني لشختار بعد هزيمة الفريق الساحقة يمكن بخمس أهداف دون مقابل على إيد طبعا الإنتر في الدوري الأوروبي أو في اليوروبا ليج. كان ليه الحقيقة تعليق أيضا هنتابعه مع حضراتكم من خلال المؤتمر الصحفي. نتيجة مباراة اليوم سلبية بالنسبة لنا، فهي تترك في سجلنا علامة سيئة لم نردها. علينا تهنئة المنتصر، ففريق إنتر ميلان يستحق الفوز، لكننا لم نلعب بالمستوى الذي لعبنا به في المباريات السابقة. أود أيضا القول إننا تأهلنا بجدارة إلى الدور نصف النهائي. أتحمل مسؤولية ما حدث هنا اليوم. أنا مسؤول عن هزيمة شختار، لأن هذا لن يغير ما حققه لاعب الفريق إلى الآن. علينا ألا ننسى الإنجازات التي تحققت. نحن سعيدون بصفة عامة بأدائنا في عدد كبير من المباريات وبالنتائج العظيمة التي حققها اللاعبون. سنحلل هذه الهزيمة مثلما نفعل مع الانتصارات، لكنني لن أدع هذه العلامة السوداء تلطخ بعض الأشياء الإيجابية واللحظات الجيدة للفريق. إنجاز الحقيقة كبير لفريق بحجم شختار أنه يوصل أنه يكون من ضمن الأربعة الكبار على حساب أندية كتيرة جدا حقيقة خرجت من البطولة مبكرا، ولكن في النهاية الحقيقة كان صعب اصطدامه بالإنتر ميلان. النهائي هيكون إن شاء الله يوم الجمعة الجاية، أسبوع حافل، عندنا ماتشين قبل النهائي في سيزون. أعتقد أنه اتكروت إلى حد كبير جدا، ولكن الحقيقة قدرت الأندية أنها تكمله بصعوبة طبعا بسبب أزمة الكوفيد 19. دي كانت متابعة لأهم اللقطات في دوري أبطال أوروبا وفي اليوروبا ليج. بشكر حضراتكم على المتابعة، وفقراتنا في السادسة متواصلة بعد فاصل سريع، ونرجع لحضراتكم في استضافة واحد من نجوم النادي الأهلي ومنتخب مصر كابتن ياسر رضوان.